يعني بننفرد بخبر يمكن لسه ما نزلش خالص، هو ان منتخبنا دلوقتي يمكن في عزومه من الرئيس الشيشاني طبعا في مدينه جروزني اللي متواجد فيها منتخبنا الوطني. ما اعرفش دي للنشر ولا مش للنشر، لكن هم عندهم عزومه طبعا. الرئيس الشيشاني عازم منتخبنا الوطني النهارده، لكن منتخب مصر احب اطمنكم عليه هو اتدرب النهارده، دخل في التدريبات الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني، وايضا احمد حجازي بعد ما كانوا مريحين شويه كان في اجهاد لاحمد حجازي واجهاد للشناوي، ودخل ايضا عمر جابر نجم منتخبنا الوطني في تشكيله منتخبنا الوطني وفي التشكيله اللي اتدربت النهارده في جروزني. وغدا ان شاء الله منتخبنا هيتدرب تدريب صباحي في جروزني ويتوجه بعدها الى فولفوجراد المدينه اللي هتستقبل مباراه مصر والسعوديه.